لم تكن هزيمة العرب في حرب حزيران عام 67 منفصلة عن هزيمتهم في حرب 48، حيث استمرت فصول التراجع السياسي والعسكري للعرب أمام تفوق واضح في القدرات العسكرية والتأييد السياسي للكيان الإسرائيلي. شرارة حرب 67 المعلنة هي قيام مصر بإغلاق مضائق تيران في البحر الأحمر، مع اعتبره الكيان الإسرائيلي إعلانا للحرب، إلا أن جملة من القرارات السياسية والعسكرية سبقت ذلك بكثير، أدت إلى الوصول إلى يوم الخامس من حزيران. على الجبهة السورية كانت الأشهر الأولى من عام 67 مؤشرا واضحا على أن الحرب قادمة لا محالة، حيث تواصلت الاشتباكات المدفعية بين الجانبين، في حين استمر تدفق وحدات من المهاجمين الفلسطينيين إلى داخل الأراضي المحتلة، قوبل بتسلل لوحدات كوماندوز إسرائيلية إلى داخل سوريا. وقادت هذه التطورات إلى إعلان الجانب الإسرائيلي في الخامس من نيسان إبريل أنه سيرد بالطريقة التي يراها ملائمة على سوريا، وأن الطريق إلى دمشق مفتوح. وبعد يومين من هذا الإعلان أسقط الكيان الإسرائيلي 6 طائرات سورية من طراز ميج 21 على خلفية تصاعد التوتر بين الجانبين. في 22 من أيار مايو أعلنت مصر إغلاق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية المتجهة إلى ميناء إيلات. بعد ذلك بأيام، وتحديدا في 30 من ذات الشهر، وقع الرئيس المصري جمال عبد الناصر والعاهل الأردني الحسين بن طلال على اتفاقية تحالف عسكري أنهى النزاع بين الدولتين. بدأت فصول سقوط المدينة صبيحة يوم الخامس من حزيران من خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، بعد نحو ساعة واحدة من الضربة الجوية التي شنها طيران الاحتلال على القواعد الجوية المصرية وتدمير جزء كبير منها. أمام هذا التفوق العسكري بدأت تتضح معالم واقع جديد لصالح الكيان الإسرائيلي، حيث واصلت القوات الإسرائيلية تقدمها، واستولت قوة إسرائيلية على مركز شرطة اللاترون المحصن على حافة الضفة الغربية، في حين استطاعت أخرى قطع الطريق بين القدس ورام الله. فقال ديفيد بن غوريون: هذا أعز يوم مر علي منذ أن قدمت ولن نتخلى عن القدس. بينما قال ليفي أشكول رئيس الوزراء الصهيوني: إن هذا يوم عظيم في التاريخ اليهودي. أما مناحم بيغن فرفع صوته عاليا أمام جنوده مبتهجا بالنصر قائلا: آمل أن يعاد بناء الهيكل في أقرب وقت وخلال فترة هذا الجيل.